السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك كل جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نشري من علي اكسبريس، وكذلك كيفاش نعرف السعر نتاع المنتوج سواء كان بالدولار أو بالدينار الجزائري، وكذلك كيفاش نعرف المتجر موثوق ماهوش موثوق، وكذلك كيفاش نضيف الشحن العنوان الى البلد المعني. تبع هذا الفيديو باش تفهم مليح، وكذلك تقدر تبدا في تجاره الكترونيه اذا كانت عندك بطاقه دفع او بطاقه فيزا باش تقدر تشري من علي اكسبريس. تجدون الرابط اسفل الفيديو باش تضمني بطاقه فيزا مجانا بدون اي مشاكل. دوكا نروح الى علي اكسبريس، كيفاش نسجلوا في علي اكسبريس، وكذلك كيفاش نعرفوا السعر، وكذلك كيفاش نعرفوا متجر موثوق ماهوش موثوق تضمن السلعه نتاعك. اولا دخول الى متصفح سواء كان موزيلا او جوجل كروم، وكذلك نفس الطريقه على الهاتف. اولا ندخل الى اكسبريس بهذه الشكل، ومن بعد نضغط على التسجيل، ومن بعد تجيني هذه الواجهه خاوتي، نكليك على الجوجل بهذه الطريقه خاوتي باش تقدر تشري من علي اكسبريس. لازم تكون مسجل معاهم انضمام مع علي اكسبريس. نختار الجيميل بهذه الطريقه خاوتي، دوكا رانا سجلنا في موقع علي اكسبريس باش نقدر نشرو. اولا قبل كل شيء باش تشري منتوج من اكسبريس لازم تكون عندك بطاقة الدفع او بطاقة فيزا باش تقدر تشري بيها، وكذلك نديرو اضافة للعنوان الى بلد المعني باش يوصلنا المنتوج الى البلد. واش ندير؟ نكليك على الحساب، ومن بعد نكليك على طلبيات بهذه الطريقة، ومن بعد نروحو الى عنوان الشحن بهذه الطريقة. هنايا واش يعطيك؟ هنايا يقول لك واش من بلد تحوس يوصلك المنتوج. هنا نديرو طبيعة الحال الجزائر. هنايا الاسم، هنايا لازم لك عندك ثلاث خطوات ولا اربع خطوات لازم ديرهم باش يوصلك المنتوج. مثال انايا ندير حبيب، ولا ندير محمد الحبيب شاهد بهذه الطريقة خاطي كما راها في الفيديو. اكتبها، تغير المعلومات. هنايا نديرو رقم الهاتف، علاش يجيك المنتوج من الصين الى البلد المعني؟ يعيطولك في التليفون او يجيك الميساج عن طريق اس ام اس. نديرو رقم الهاتف خاصة بنا، ومن بعد هنا يقول لك الشارع. هنا ماهوش شرط دير الشارع، ماهوش شرط. مثال تحوس دير مثال 10، وهنايا دير 20. هما واش يحوس المعلومات هي الاسم واللقب ورقم الهاتف، المدينة أو البلدية أو الدائرة، ورمز البريد طبيعة الحال. أنا مثال نسكن هنا عين ماضي، نديرو عين ماضي بهذه الطريقة. ومن بعد واش نديرو هنايا؟ ولاية الأغواط، معناها البلدية المتابعة تبع ولاية الأغواط، نديرو ولاية الأغواط. إلا ما عرفتش تكتب الولاية نتاعك واش دير؟ تروح هنايا مثال، إلا ما عرفتش الفرنسي نديرو ترجمة. كاين ناس ما يعرفوش يكتبوا الفرنسي، نكتبو مثال هنايا نديروها عربية، نديروها نقواط، نكوبي هذه يا خالتي، ومن بعد نروح على علي اكسبريس ونجيني هنايا. واش يقولك؟ يقولك الرمز البريد، معناها رمز تاع لابوست. إلا ما عرفتش الرمز نتاع لابوست تابع عليها واش دير؟ تروح هنايا مثال انت تسكن في مدينة الأغواط ومدينة الجزائر أو مدينة وهران. مثال أنا نكتب رمز بريدي، رمز البريد، نكتب مثال عين ماضي بهذه الطريقة، ندي أونتري. كما احنا عندنا صفة 3 صفة 12، هذا هو الرمز خاصة بنا. هاهو خاوتي، هذا هو الرمز خاصة بنا.
باش يكون فيديو واضح ننسخ هذايا ومن بعد نجي هنايا وندير تأكيد. دركا رانا درنا المعلومات نتاع الشحن خلاص. دركا واش ندير؟ نضغط على اليكسبريس الصفحة الرئيسية هنايا. واش نديرو هنايا؟ لازمنا واش نديرو؟ نغيرو العملة من الدينار إلى الدولار. علاه؟ ما عندناش حنا بطاقة في الجزائر باش تشري بالدينار في العكس، ما كانش حنا نخدمو بالدولار أو بطاقة افتراضية. نختار الجزائر، هنا يقولك الشحن إلى الجزائر إذا كنت مقيم في فرنسا أو في إسبانيا أو في أي دولة في العالم. تختار الدولة باش يجيك المنتوج. هنايا اللغة العربية طبيعة الحال. هنايا واش نديرو؟ حنا نديروها بالدولار، على حنا عندنا بطاقة بايز أو ردوباي، ونديرو الحفظ. يتغير دينار الى دولار. دوكا راه بدلناها الى دولار. دوكا خلاص. دوكا واش يبقى لنا؟ يبقى لنا البطاقه فيزا او بطاقه الدفع. باش تشري من عليكسبريس لازم تكون عندك بطاقه افتراضيه او بطاقه بلاستيكيه، هذه لازم تكون عندك باش تقدر تشري من عليكسبريس. دوكا واش يبقى لنا؟ دوكا نحوس نشري منتوج من عليكسبريس، وانا خايف اول مره نستعمل عليكسبريس. اني دوموندي بطاقة ونحوس ندوموندي لأي منتوج، واني خايف بالك ما يلحقنيش، بالك ياكل دراهمي. هذه مشكلة يعانون منها الناس. قبل شراء أي منتوج من عكسبريس لازم تشوف الطلبيات عنده، وكذلك الناس اللي معلقة عليه. مثال نختاره، مثال أي منتوج، مثال أي منتوج، مثال هذا ديسكتير هذايا، نكليك عليه نحوس نشري. هنا يعطيك جميع المواصفات نتاع هذا الديسك دي. كاين 64 جيجا، 120 جيجا، كاين 256 جيجا، كاين 512 جيجا، كاين 120 جيجا، وكاين 240 جيجا. انايا نحوس نشري هذايا المنتوج، وانا خايف باش ما يلحقنيش الى البلد المعين. نهبط لتحت خاوتي، نهبط نهبط. هنا يعطيك مواصفات هذا الديسك دي. هنايا نروحوا الى تقييمات عملاء، نكليك عليه. هنايا اعطيله السيد او اعطيله الناس اللي شارين عليه، اعطيله 4.7 نجوم. معناه هذا السيد ثقه وما تخافش عليه، معناه اشري وما تخافش. نشوفوا الصور. هنايا هم قال لك حقنا بالسلام بدون اي مشاكل. هنايا كاينين ناس، شوف معي مليحه، المغرب، الجزائر، تعاود تزيد ثاني تشوف عنده طلبية تقريبا 453 واحد اللي شاو عليه هذا السيد. هنا ترجمة، هنا دير عرض المزيد خاوتي. ها هي هنا يطلق جميع طلبية نتاع اللي شاو عليه المتجر. هاي دائما تشري اي منتوج ما تروحش تمثل تشري عليه، لا خاوتي، باش تشري منتوج وتضمن سلعة نتاعك توصلك الى البلد المعني، دائما اروح الى تقييمات عملاء وتشوف دفيريفي. هنا مثال عنده 4.7 نجوم، معناها السيد هذا ثقه ما تخافش عليه. درك واش ندير؟ درك نجيو السعر نتاع المنتوج. الشحن ثلاث طرق، كاين واحد على المجاني وكاين الاخر بالدراهم. درك نكليك على هنا الشحن، يعطيني شحن واحد. قال لك هنايا تسليم مقدار هو 15 يوم حتى 90 يوم. معليش دركا نحوسو شحال جينا بالدينار الجزائري. هنا دركا عندنا طاونا بالدولار، طاونا 5.25. كيفاش نعرفها بالدينار الجزائري؟ حنا نديرو مثال، نديرو 5.23، جاتنا 115,000. معنا بهذه الفاصلة تقريبا نقول 120، حنا نديروها 120,000. هذايا اس اس دي ديسكريت 64 جيجا جانا 120، مع هذه 25 جاتنا 120. سبيل المثال نختار مثال تاع 512 او انتيرا، نختار واحد انتيرا تاع معناها في 1000 جيجا. هنايا قال لك يدير 48.55 دولار. كيفاش نعرفها بالدينار الجزائري؟ نرجع للآلة الحاسبة، ندير
48 احنا نديروها شحال 49 احنا نديروها 49 في 23 جانا مليون و127 الف مليون و127 الف بهذه الطريقه باش تعرف السعر شحال يدي بالدينار الجزائري. فهمتوا خاوتي؟ هاي تقول لي يا حبيب كيفاش استرجاع الاموال؟ مثال تاعي دوك دوموندي ديسكرير ما لحقنيش في مده شهر او في مده شهر ونص ولا حتى 40 يوم، تقدر استرجاع الاموال تاعك الى البطاقه تاعك. ان شاء الله ندير عليها فيديو كيف استرجاع الاموال من علي اكسبريس الى البطاقه خاصه بك. بهذه الطريقه كيفاش عرفنا سعر المنتوج، وكذلك كيفاش عرفنا المتجر موثوق ماهوش موثوق بهذه الطريقه باش ما تقعش في الخطا، وكذلك باش ما تخسرش دراهمك في باطل بهذه الطريقه. وكذلك تقدر تبدا في التجاره الالكترونيه تعاود تشري منه وتعاود تبيع. وخاوتي راه التجاره الالكترونيه راه فيها هضره. انايا اعوذ بالله من انا قولت، انايا خدمت تقريبا عام في التجاره الالكترونيه ما شاء الله فيها الارباح ما شاء الله. ابدا وتكل على ربي. عنده اي مشكله ولا عنده اي استفسار يتواصل معنا عن طريق واتساب او يخلينا تعليق اسفل هذا الفيديو. عجبكم هذا الفيديو لا تنسى اشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.